على كل شيء هي قرعة متزنة إلى حد كبير، لكن في النهاية أنت دوري أبطال أفريقيا بتاخده على مراحل، مرحلة التحضير لدوري المجموعات الحمد لله عديناها. دوري المجموعات لابد يبقى فيه احترام شديد جدا وحذر شديد جدا، وتتعلم كمان من السنين السابقه. يمكن يعني السنه اللي فاتت كان بدايتنا في دوري المجموعات ما كانتش بدايه موفقه، تعادلنا على ارضنا وخسرنا بره ارضنا، صعب الامر علينا، لكن قدرنا ترجع من جديد. ان شاء الله الرحمن السنه دي يبقى البدايه احسن والبدايه ايجابيه بشكل عام. لا فيتا كلوب هو وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام الرجاء، عنده خط امامي هايل جدا، عنده لعيبه نص ملعب كويسه جدا، لكن زي ما قلت لك يعني انت بتلعب دوري الابطال افريقيا، انت مش بتلعب بطوله عاديه، انت بتلعب دوري ابطال افريقيا، فوضع طبيعي ان انت تقابل فرق كويسه وفرق قويه وفرق عندها يعني رصيد كويس وتاريخها كويس، فوضع طبيعي جدا، فهتستعد للمجموعه ككل مش لفيتا كلوب بس. يعني كمان شكلي بقى احسن بكتير، يمكن من خلال اللعيبه المميزه، من خلال اللعيبه الراجعه من اصابه، من خلال التدعيمات، ان شاء الله الرحمن باذن الله نظهر بشكل كويس محليا وافريقيا باذن الله.